نعم. صلى الله عليك، راية الجهاد في كشمير هل هي راية صحيحة يا شيخ؟ يا إخواننا، الجهاد يحتاج أولا إلى راية من خليفة أو إمام، وهذا غير مفقود، وهذا مفقود في الواقع. الشيء الثاني، الجهاد يحتاج إلى أن ذهاب الإنسان يجاهد يكون فيه نفع وقناعة. ومعلوم أن في الوقت الحاضر لا يحصل فيه ذلك، طيارات تأتي من فوق والذين تحتها كلهم تحت رحمة قوات الطائرات، ما في غنم. كان بالأول الحرب ذرية، الناس يحاربون بالسيف والرمح ويحصل فائدة وغنم. ثالثا أنه يشترك في هذا الحروب أناس جاءوا لينفسوا عن أنفسهم لأنهم في بلادهم مكبوتون، فيأتون لينفسوا عن أنفسهم ثم يبثون السموم في الآخرين ويكرهون ولاتهم لهم، فيرجع هؤلاء إلى بلادهم وهم قد مقتوا البلاد رعيتها ورعاتها، ويحصل بذلك مفاسد كثيرة. والأمثلة ما أحب أن أذكرها، لكن تأملوها في عدة بلاد. ثم إذا استتب الأمر في البلاد ونجت من الغزو، وأراد أحد من الدعاة يدعو على حسب منهجه وطريقته، هناك مشيخة في البلاد معروفة ومعتمدة عندهم، أي إنسان يدعو على خلاف ما هم عليه يمنعونه، بمعنى أن الدعوة الصحيحة لا تقوم هناك. وهذا مشكل، لكن موقفنا مع إخواننا هؤلاء أن نسأل الله لهم النصر والتأييد، وهذا اللي نمتر عليه. كذلك إذا أمكن نقدر بالمال فلنجاهد بالمال. أحسن الله إليك، ما سبق لك أن أفتيت بالجواز أو بالذهاب لبعض؟ لكن الأمور تتغير باختلاف النتائج. يعني أول ما ظهر الحرب في أفغانستان نؤيد هذا ونقول اذهب، ولكن النتائج صارت عكس ما نريد، عكس على طول الخط كما يقولون. الراجعون من هناك معروف حالهم إلا من سلمه الله عز وجل، والباقون هناك لا يخفاكم الآن الحروب الطاحنة بينهم، فيما بينهم يتقاتلون. شيخ، بلغنا أن لكم فتوى متداولة بين المجاهدين في كشمير. إيش؟ بين المجاهدين في كشمير أنكم تنصحون بالجهاد في كشمير وأنها رأية صحيحة. لا لا أبدا، مو صحيح. إيه نعم. هذا أصلا هذا غير صحيح يا شيخ. إيه نعم غير صحيح، ما أذكرها.